انا عايزاكي تشوفي ردود الناس. انت طلبتي ان احنا نسال الجمهور في الشارع ايه اللي مش عاجبكم في منى فضالي. اوكي دي حقيقه. خلاص تعالي بقى نشوف راي الناس. اوكي اللي مش عاجبك في منى فضالي؟ ساعات لما بتعمل نيو لوك ما بيبقاش حلو عليها، ما بتختارش حاجات بتبقى لايقه عليها اكتر. منى فضالي هي ممثله شاطره ويعني بتعمل الدور باتقان، بس في اوقات كده بتطلع بفعلا بلوك مش بيبقى لايق عليها. يعني الفتره اللي فاتت دي بعدت شويه عن التمثيل وكده. يعني شايفه يعني ان كل حاجه فيها حلوه، يعني مفيش حاجه طلعت منها او كده. اللي مش عاجبني فيها ان هي حاسه ان هي كبرت نفسها بسرعه، فلا يعني مش عايزه سنها، يعني هي اكبر مني مثلا سنتين او حاجه، بس برضو يعني ميك اب لبس الحاجات دي مش عايزه، مش حاسه ان هي عايشه سنها قوي. بس هي غير كده هي تمثيلها حلوه جدا، بحبها جدا. لا بصراحه هي ممثله شاطره جدا بصراحه. بس